الأهازيج مر بأهازيج وصلوات وأشعار مع المحافظة على صفة الوقار. المؤمن من صفاته أنه وقور، مو تعتريه الخفة، حتى فرحه في وقار. احنا إذا خرجنا في الشوارع بشكل وقور مؤدب ملتزم بأشعار فيها مدح للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، بذكر فضائلهم، محافظين على وقارنا، بالعكس هذا شيء جيد، هذا مظهر من مظاهر الاحتفاء وإشاعة أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من دون ما يكتنفها أمور تضر بسمعتها وتشوه سمعتها، هذا شيء مطلوب. لكن الخوف أنه إحنا لما نطلع في الشوارع بهالشكل هذا، أنه مجرد واحد تعتريه خفة، الباقي بعد ماذا؟ لا سمح الله، اسمحوا لي على التعبير، يستخفون وياه. لابد إحنا عندنا قدرة من الضبط على أنه لو خف واحد منا، الجميع عندهم القدرة على أن يضبطون أنفسهم، ما تصير لهم حالة الخفة. أما لو واحد صفق والبقية، مجرد واحد صفق بلي، هذه ما يصير. يعني الكلام مو في قضايا ذوقية وقضايا، قضايا سمعة أهل البيت، سمعة مذهب أهل البيت، هذا المذهب الذي بذل الأئمة والعلماء والصلحاء والعلماء ما في وسعهم لبقائه ناصعا نظيفا. احنا خلنا نحافظ، دورنا دور المحافظة على نظافته وعلى نقائه، لا تظهر لنا صورة في انستغرام، في موقع من مواقع التواصل هكذا شيعة أهل البيت. هذا شكثر مؤلم، شكثر مؤلم لما انت تشوف هاي الصورة، جماعة جسدوها تنسب إلى مذهب أهل البيت، تنسب إلى الشيعة جميعا. لنحاذر تمام المحاذرة من أن نكون سببا لا سمح الله لإلحاق الضرر والإساءة لسمعة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.